السلام عليكم. بادئ ببدء من هذا المنبر بغي نوصل رسالة بعض الناس الفاسدين اللي زيفطوا لي رسالة شفوية باش ما نفتحش ملف العقار. أنا كنت متمنية الناس هذو اللي عنده الشجاعة يجي يواجهني لأنه أحب إلى قلبي روح المواجهة، لكن اللي في كرشو تبني خام النار إلا نهبتوا العقار وراكم خايفين. هذه حاجة واحدة أخرى، لأنه أنا كنت قلت لكم مرارا وتكرارا أنه ولاية عينتيمو شنطو رحب بكم مشي للبيع. هذه الأولى. ثانيا السيد الوالي كنت تكلمت وقلت لنا الآن لازم تنسيق بين المنتخبين والإدارة. أنا نعطيها لك فكرة سيد الوالي، حتى لك راك والي على مستوى الولاية ما تقدش تسير ولاية روحك لولا تضافر الجهود من الإدارة والمنتخب والمواطن، ما قدوش نكونوا ولاية أولا. هذه ثانيا سيد الوالي، ما يزيد الطين بلة كما نقولوا، عندما تكون تتلاقى هيئة منتخبة بعضها مش كل فاسدة مع بعض الإداريين الفاسدين، ولا غير الشيطان يدير كرسي ويتعلم منهم. هذا هو الإشكال اللي رانا فيه، المشكل اللي رانا فيه عندما تجتمع المصلحة الشخصية بين الإدارة وبين المنتخب نولوا في كارثة لا يحمد عقبها. سيد الرئيس من فضلك إذا تكرمت وتكرم السيد الوالي، عندي سؤال للسيد مدير الوكالة العقارية، لكن نتمنى يجاوبني على السؤال قبل ما نكمل الأسئلة تاعي الباقية، لأنه الإجابة تاع السؤال هي اللي تخليني نزيد نكمل الأسئلة تاعي. نتمنى السيد المدير يجاوبني الآن باش نكمل الأسئلة. من فضلك السيد الوالي ومن فضلك السيد رئيس المجلس، السؤال هو بيودي طرح سؤال على مدير الوكالة العقارية حول الصيغة القانونية التي على أساسها يتم بيع أراضي صالحة للبناء للمواطنين، الشروط القانونية والإجراءات أيضا. نتمنى يجاوبني باش نقدر نطرح السؤال تاعي. سيد الوالي قلت لك من فضلك، لأنه علاش ما لقيتش نطرح السؤال المشكل هذا، غير مجرد هذا السؤال. سيد الوالي لا علي، انا راي عندي اجابه، لكن كنت متمنيه نسمعها قبل ما نطرح السؤال. ما كاش مشكل سيد الوالي، ما كاش مشكل. احنا على ما اظن كنا فتحنا ملف العقار في الدورات الفارطه، وكان السيد المدير السكن مشكور قال حتى ولو توفرت لنا حصه سكنيه من الان فصاعدا في الايام القادمه ما عندناش الاوعيه العقاريه الصالحه للبناء بننزل السكنات هذه، لأن العقار على مستوى الولاية لو كان نجم بحثوا في العقار ندخلوا في بوزجار رجقون الغربية حدث ولا حرج بالنسبة لنا بالعقار. الآن أنا عندي سؤال الوكالة العقارية كنت طرحته سابقا عليهم، وكانوا جاوبني أنه الأراضي عندما تمنح للمواطنين تفوت عن طريق مزاد علني باش المواطن هذي قد يستفاد من أرض صالحة للبناء، لكن راي عندي أسماء، أنا أسماء كما نقولوا ما نقدوش نتذكرها، لكن كان عندها مناصب حساسة على مستوى الولاية وأصحاب نفوذ استلموا أراضي في المنطقة المسماة بالغابات الصغيرة. المعلومات من بعد قالوا أنه الأراضي هذه توقفت، الغابات الصغيرة بيتي بوا قالك الأراضي هذه تم توقيفها. بس السؤال اللي يبقى مطروح، حتى ولو تم توقيفها الناس هذو استفادوا بطريقة قانونية، علاش نوقفوا لهم الاراضي هذو؟ واذا كانت بطريقه غير قانونيه، هنا رانا نرمزوا انه العقار تاع ولايه عين تيموشنت تم نهبه بواسطه النفوذ والتبادل المصالح الشخصيه والمناصب الحساسه اللي كانوا حاكمينها ناس هنا في الولايه. الان على بالي الوكاله العقاريه غادي يجاوبني ويقول لي تم توقيف الاراضي هذه بموجب مداوله، هذا الشيء على بالي به، لكن انا اللي حابه نوصل نقطه واحده برك باش نبينوا انه العقار على مستوى ولايه عين تيموشنت تنهب بهذه الطريقه. كاين عقار يتم تحت الطاوله سيد الوالي، وفتحوا تحقيق في العقار على مستوى الاراضي الصالحه للبناء. نعطيك على سبيل المثال، انا نتمنى السيد مدير الوكاله العقاريه يعطيني الوقت اللي توقفت فيه هذه الاراضي، لانه عندي دفعات لهنايا تاع الاشخاص. اخر دفعه الشخص في 15 سبتمبر 2019، عندنا 14 أفريل هذه دفعات. إحنا في عز الحراك الناس كانوا يدفعوا دفعات في إحدى البنوك على مستوى ولاية عين تيموشن.
السؤال اللي يبقى مطروح، اذا هذه الاراضي توقفت حقيقه، هذ الناس ما المصير تاعهم؟ المبالغ هذه اللي تم دفعها عن طريق البنوك، هل الوكاله العقاريه مستعده انها ترجع للناس هذو المبالغ هذه؟ نتمنى اجابه صريحه من مدير الوكاله العقاريه، وحنا ما نتهموا حتى شخص، لكن من باب الاولويات كما قلت السيد الوالي لازم تضافر الجهود تاع المنتخبين باش نوضحوا انه هذه تيموشنت كاين فيها ناس صالحين اللي خافوا على هذه تيموشنت، ماشي كاع اللي راه هنا يبيع في تيموشنت، لانه العقار في مستوى الولايه نهبوه في السنوات الفارطه، تم نهب العقار بجميع الطرق من بينها الاستثمارات اللي تكلمنا عليها، لكن اذا تمدت بطريقه غير قانونيه نتمنى تتوضح لنا الصوره، وحنا الناس هذو اللي استفادوا بطريقه قانونيه وفاتت عن طريق لونشير وداو السكن وداو الاراضي هذه الصالحه للبناء بصحتهم، لانه حتى ولو كان مسؤول حتى لو كان اطار في الدوله لكن عنده حق كمواطن جزائري انه يستفاد من الارض ويشارك كيف وكيف المواطنين، ما كاش اللي يقول له واش راك دير ولا واش ديت، لكن عندما نمنح اراضي ومن بعد الناس تبدا تخلص في الدفوعات من تسرع عليها الضجه يقول لك يا ودي تم توقيفها، الا هنا السؤال اللي يبقى مطروح، هنا ان ما دل شيء ان ما دل على انه الاراضي هذه راه فيها الريب على ما اظن انه تمدت بطريقه غير قانونيه، نتمنى من مدير الوكاله العقاريه يوضح لنا الشيء هذا، لانه الشارع تموشنتي راه عنده فكره على هذه الاراضي، نتمنى توضيح من مديريه العقاريه من مدير الوكاله العقاريه وبالتفصيل الممل. السلام عليكم.